السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دورة مشروع المتجر الكامل. بهذا الدرس إن شاء الله حنكمل بموضوع السيرش. شفنا بالدروس السابقة كيف نحن نبني الباك إند الخاص بالسيرش، وشفنا كيف نربطه بالفرونت إند. باقي بس نقوم بعملية تصميم للكاردات الخاصة بالمنتجات في عملية السيرش، بحيث إنه هون لو كتبت اسم منتج وعملت سيرش يظهر لي طبعا المنتج بشكل جميل، بدل ما يظهر لي عبارة عن تكست فقط ما بقدر اعمل فيه اي شيء. تمام. وفي مشكلة تانية، لو انا عملت بحث ماك على سبيل المثال فراح يظهر لي ماك بوك ام 1 اير، حلو كتير ما في اي مشكلة هون، ولكن لو رجعت عملت عملية بحث تانية حيروح يرجع يجيب لي البيانات مرة تانية من دون ما يحذف البيانات السابقة. طبعا حل هي المشكلة بكل بساطة انا ناخذ نحن الليست داتا هون ونعمل دوت كلير، عشان ما يضيف لي كل مرة كل عملية بحث يروح يرجع يضيف لي على الليست نفسها، لأنه بتعرف أول عملية بحث حيضيف لي على هي الليست، ثاني عملية بحث حيرجع يضيف لي على هي الليست، هو ما بيحذف المعلومات القديمة. فأنا شو الحل؟ إني أعمل أنا هون كلير ببساطة، فبتنحل المشكلة بشكل كامل. فهلا لو عملت ماك وعملت عملية سيرش فبنلاحظ إنه ظهر لي مرة واحدة لأنه شال المعلومات القديمة. هذا الشيء اللي أنا بدي إياه، هي أول جزء من حل المشكلة اللي طبعا ظهرت بالفيديو السابق. هلا طبعا نحن حنبدأ بعملية التصميم. اول شيء نحن بعملية التصميم عندنا حلين، يعني اما نحن بنروح بناخذ نفس التصميم الموجود بالايتمز، يعني على سبيل المثال ناخذ نفس التصميم هذا نعمل جريد فيو بناخذ نفس هذا التصميم، او بنبني تصميم خاص بموضوع السيرش. انا حابني تصميم خاص، تمام ما في مشكله، موضوع جدا بسيط، انا معي كل شيء يعني بحتاجه، فما الحواجب باذن الله اي مشكله تذكر. كل اللي حاعمله يا شباب اني حاعمل هون انا طبعا كارد، هذا الكارد حيحتوي داخله على ليست تايل بهذا الشكل. الليست تايل طبعا، او خلينا نقول داخل الكارت حنعمل رو افضل، تمام عشان نظهر صورة المنتج ايضا. وداخل الرو حنعمل طبعا اثنين اكسباندد بهذا الشكل، واحد حنعمل واحد ثاني. وطبعا هون احنا حنعمل ليست تايل، تمام، واللي طبعا حياخذ جزئين، حنعطي الفليكس بتاعه اثنين نخليه اوكي بهذا الشكل. وفوق طبعا حنعمل الكاش نايت ورك ايمج، كاش نايت ورك ايمج ايمج يو ار ال اكيد ما بننسى، واللي طبعا ممكن ناخده من الايتم عشان ما نضيع وقت ساعه باللينك كيف نكتبه. يعني هون كاستم ليست ايتمز اوكي تمام بهذا الشكل، نحن بس هذا اللي بدنا اياه. كنترول سي، هون ممكن نعمل كنترول في بهذا الشكل، حلو كثير. وبعدين بنعمل بهذا الشكل باك سلاش واسم الصورة، واسم الصورة ببساطة list data model dot items. ثواني هون طبعا ما بننسى الاندكس، هون ثواني الاندكس بهذا الشكل dot items image. وهون طبعا يا شباب اسم المنتج من خلال التايتل تكست، ممكن ناخذ هي مثل ما هي كوبي بيست اختصارا للوقت. وطبعا نيم بهذا الشكل، طبعا هي سترينج هي اهم شيء. وطبعا ممكن هون نكتب اسم القسم بالساب تايتل، ممكن هون اسم القسم على سبيل المثال وليكن كاتيجوريز نيم، ما في اي مشكله. هلا بنعمل ماك نشوف شو رح يصير عندنا، بنعمل سيرش بلاحظ ظهر عندي بهذا الشكل، أجمل بكتير على ما أعتقد، أجمل بكتير على ما أعتقد. الرو ممكن نخليه داخل كونتينر، كونتينر نعطيه بادينج each inset طبعا all بمقدار 10 على سبيل المثال، فبتوقع الشكل جدا جميل. وممكن نعطيه مارجن على فكرة كمان، مارجن each inset تمام all 10 اوكي أجمل بتوقع. أو ممكن هون نعمل symmetric ونعطي ال vertical مسافة كبيرة عشان يكون أجمل، 20 بهذا الشكل. طبعا المارجن أنا برأيي الشخصي مو لازم يكون داخل الكارد، لازم يكون خارج الكارد، هذا الأهم، لأنه عشان يكون في تباعد بين كل منتج ومنتج. فلذلك نحن حنعمل الكارد أيضا داخل كونتينر، كونتينر نحن عايزين، أو بعد لا كونتينر أفضل حيكون الحقيقة، هو البادنج يمشي حاله بس الكونتينر حيكون افضل. فلذلك حاعمل هون كونتينر وحنلصق المارجن بهذا الشكل اوكي بيكون افضل، بيكون بتوقع افضل بكثير.
اوكي، هلا هذا بالنسبه للمنتج كيفيه عرضه. هلا نحن هون ممكن نعمل انه عند الضغط عليه ياخذني على تفاصيل المنتج، تمام؟ وهذا اللي لازم اعمله اكيد. كيف نحن عملناها بالكاستم لاست ايتم، نحن نعملها هون، حناخذ هي مثل ما هي، جو تو بيج برودكت ديتيلز، تمام؟ موجوده هون بعتقد. اوكي، مثل ما شايفين بهذا الشكل، حناخذها للفانكشن هي، نحن كوبي نضيفها للكنترولر الخاص بالهوم كبدايه، نضيفها هون بهي بأي مكان نحن بنلاقيه. اوكي بهذا الشكل، جو تو بيج برودكت ديتيلز، طبعا حنرسل معه الايتم موديل، كل شيء جاهز يعني عمليا عندي، ما في شيء مش موجود. طبعا هون حخلي الكونتينر داخل انكويل اكيد، ونعمل عند الاون تاب او عند الضغط عليه بشكل عام مباشرة ياخذني للصفحات التفاصيل. هون حعمل جيت فيو، حاختار طبعا الهوم كنترولر امبلمنت، وهون طبعا كنترولر دوت جو تو بيج برودكت ديتيلز. طبعا بنمرر اكيد ليست داتا موديل بهذا الشكل، طبعا هي لا ما بصير نمرر على هيئة ليست، لا لازم نفعل الاندكس عشان تصل الداتا، لانه هي الصفحه المستقبله ما بتستقبل ليست، بتستقبل منتج واحد، تمام؟ فنحن بنمررها مع الاندكس. هي نقطه مهمه عشان ما يصير بعضكم بعض الاخطاء. حاولوا يا شباب تفهموا شو عم تكتبوا، يعني اذا انت ما عم تفهم شو عم تكتب حتضيع تماما، اذا مو كل كلمه انت فاهمها عم تكتبها مشكله. وفي البعض بيتوقع اللي هو فاهم انه شرحي، انا لما بشوف شرحي واضح ممكن مثلا يكون عم يفهم، هو يفتكر حاله انه فهمان كل شيء، ولكن اعتقادك شيء وتنفيذك للكود لوحدك شيء ثاني. اللي بيثبت هذا الشيء هو تنفيذك للكود لوحدك، يعني من دون ما تشوف مثلا، شفت المقطع الخاص فيه رجعت عملت كل اللي انا عملته من دون ما تعمل مراجعه للمقطع مره ثانيه، هون انت معناتها فهمان. اما انت مثلا عم بتنفذ الكود وفاتح المقطع يعني معي وعم تمشي دقيقه دقيقه تشوف شو عم بكتب، عم تكتب مثلي، ما استفدت شيء. حاول انك تكتب كل اللي انا عملته بالمقطع لحالك حتى تتاكد انك انت فعلا فاهم، تمام؟ هي نقطه كثير مهمه. هلا هون لو عملنا ماك على سبيل المثال، عملنا سيرش، بيظهر عندي بهذا الشكل، عند الضغط عليه حياخذني على تفاصيل المنتج مباشرة. هي ببساطة صفحات السيرش، خلصنا منها بشكل كامل. شو باقي يا شباب آخر خطوة؟ نروح نرجع الحقل الخاص بالبحث لصفحة المنتجات، تمام؟ ونعمل نفس اللي عملناه بالهوم نعمله أيضا بالأيتمز. فببساطة حروح أنا للأيتمز وحرجع هاد، تمام؟ طبعا بنروح للهوم أكيد، هناخده جاهز يعني اكيد ما رح نضيع وقت. اوكي كنترول سي كنترول في بهذا الشكل، طبعا حنروح للهوم كنترولر امبلمنت وناخذ كل الامور اللي بتتعلق بالسيرش. فمثلا ناخذ الاون سيرش، التشيك سيرش، والتكست اديتنج كنترولر على ما اعتقد الخاصه بالسيرش، وايضا نحتاج الليست الموجوده بالاعلى، تمام بهذا الشكل. لا في نقطة حلوة ممكن نعملها، رح أجربها إذا مش الحال بنختصر وقت فيها. هي كلاس سيرش ميكس مثلا، أوكي أنا حسمي حعمل كلاس سمي سيرش ميكس، حأخذ فيه كل التفاصيل الخاصة بالسيرش وأضيفها فيه إكس طبعا في بهذا الشكل. ناخذ على سبيل المثال ايضا التكست اديتنج كنترولر، ناخذها بهذا الشكل، ناخذ الاس سيرش اكيد المتغير اللي هو من نوع بوليان، طبعا نخليه اكستند يا شباب من الجيت اكس كنترولر بهذا الشكل، طبعا هنسميه سيرش ميكس كنترولر بهذا الشكل. وهون طبعا السيرش داتا ببساطة، طبعا السيرش داتا هي فانكشن موجودة هناخدها أيضا، يعني كل ما يتعلق بالسيرش هنضيفه بهذا الكلاس، ونعمل له طبعا ميكس بين هاد وهداك عشان نريح راسنا، مو كل صفحة نروح نضيف نفس المعلومات. طبعا احنا ممكن ناخد كل هذا الكلام اكس، ما في مشكلة بنضيفه هون بي. هلا هون بالنسبة للهوم داتا أيضا بناخدها، أو بالنسبة للهوم داتا
ممكن نعمل كوبي أفضل ما ناخذها بشكل كامل، عشان إذا حبينا هي الصفحة نفصلها عن السيرش بأي مرة من المرات فما نواجه مشاكل. طبعا وآخر شيء باقي الليست داتا، آخذها الخاصة بالسيرش أوكي بهذا الشكل. بعدين هون شو رح نعمل؟ بدل ما نعمل اكستند جيت اكس كنترولر بنعمل سيرش ميكس كنترولر، انتهى الموضوع بشكل كامل. بهذا الشكل بنكون حلينا المشكلة كاملة، تمام. باقي بس انه نطبق او ننفذ، نتأكد انه كل شيء صحيح. خلينا نرجع هي الكومنت، نتأكد انه هذا الموضوع ما أثر على صفحات الهوم او أثر على السيرش. نعمل ماك، نعمل بحث، طلع لي المعلومات من دون اي مشاكل. شلت، رجعت عملت بحث مرة ثانية، طلع لي الماك، ضغطت عليه اخذني على التفاصيل من دون اي مشاكل. هلا شو بعمل انا يا شباب؟ صار عندي كل شيء جاهز بكل بساطة. باخذ هي الكاستم ما هي، كوبي بيست، ضيفها هون بالايتمز، تمام. بس اكيد يعني مع شوية فروقات هلا بقول لكم اياها. هلا بالنسبة هون للكنترولر يا شباب، لاحظوا كيف حيختلف عندي، لانه هون الكنترولر هو الخاص بـ items controller implement، ولكن انا ما عندي اي مشكلة. بكل بساطة حاخد اللي عملته بالهوم، تمام، search makes controller، حروح ادمجها مع الكنترولر الخاص بالـ items بهذا الشكل، ونروح للايتم نشوف شو هي المشاكل اللي بقت موجودة عندي. طبعا كنترولر سيرش كله لازم يكون موجود اصلا، يعني لو رحنا على الايتم كنترولر امبلمنت فنحن عملنا سيرش ميكس كنترولر. طبعا في نقطة مهمة يا شباب، واللي هي طبعا عند الاون انيشال، لاحظوا بالهوم كنترولر في شوية أمور من الـ on initial لازم نضيفها أكيد، أو نضيفها بالـ on initial عفوا، مثل الـ text editing controller، كتير مهم هذا الموضوع. فنحن ممكن نروح لهون، طبعا نضيفها أكيد، واللي يفترض أصلا هي موجودة وين؟ بالـ search mix controller. طبعا أنا أعتقد إني ما ضفتها، تمام. نروح نضيفها، يعني نحن بناخدها للسيرش تكست او للتكست اديتنج كنترولر، ناخده نحن طبعا ونضيفه للميكس سيرش. وانا مفترض تكون ضيفها، يعني مستغرب صراحة. تمام، ضيفها فعلا، ما في عندي اي مشكلة بهي الصفحة. اذا المشكلة بالصفحة هي تحديدا، هو ليش ما بيتعرف علي اصلا؟ اوكي، بعتقد انه هو بحاجة للامبورت للماتيريال، تمام. هي هي النقطة المهمة. طيب إلى الآن المشكلة موجودة، ليش يفترض كل هاي الفانكشن موجودة داخل طبعا الكنترولر؟ أوكي، الكنترولر مش معرف عندي، هاي هي الغلطة الوحيدة. شوفوا، لاحظوا سبحان الله، هون لازم أحط كنترولر وأعمل له انستنس من الكنترولر، تمام، خليه كانستنس من الصفحة. فهلا انحلت كل المشاكل الموجودة هون بشكل كامل. طبعا هي الفيفوريت، اوكي ما في مشكلة اسهل منها، ما في، بنعمل امبورت، هي انحلت كل المشاكل الحمد لله. ويفترض هلا ظهر عندي ايضا هذا الحقل يكون بصفحات الايتمز. لو رحت على الايتمز ظهر عندي من دون اي مشاكل. هلا بس باقي كمان فاعل موضوع السيرش بصفحات الايتمز، كيف يتفاعل معه؟ نفس الشيء، بدنا نخلي الهاندلنج داتا فيو داخل محتوى الصفحة. هلا بنروح نحن على الايتمز، ثواني، بهذا الشكل. وبتوقع نحن هون حالين المشكلة، يعني لاحظوا اللودينج عم بيصير بس هون، فإذا محلول المشكلة نوعا ما. نحن بس هنعمل موضوع إذا في سيرش، وإلا يعني هنعمل الشرط دالة if else، تمام. وكل شيء عندي جاهز، يعني أنا بالهوم عندي list item search جاهزة، ما لحق ابنية من البداية، هي جاهزة عندي، هأخذها بهذا الشكل. وهأخذ أيضا الشرط الخاص بالسيرش، هنضيفهم طبعا داخل الهاندلينج داتا فيو، وين؟ بالايتمز. طبعا هون نحن حيكون عندنا الشرط، يعني اول شيء عشان نحن ما نضيع حناخد الكنترولر سيرش بهذا الشكل، تمام، وحنضيفه هون بهذا المكان قبل الجريد فيو، لاحظوا، تمام. بعد الجريد فيو بهذا الشكل هون حنعمل الشرط الثاني، اوكي، وحناخد ليست سيرش بهذا الشكل.
ونضيفه هون، بتكون كل مشاكلنا انحلت بإذن الله. وبنعمل import وإن شاء الله يا رب ما يكون عندنا أي خطأ. hot restart، وخلينا نشوف يا رب يكون فعلا ما في أي مشاكل. هلا لو كتبنا هون على سبيل عفوا، خلينا ندخل اول شيء على صفحات الايتمز. اوكي ظاهر عندي كله تمام. لو عملت بحث عن الماك وعملت سيرش ظهر عندي الماك بهذا الشكل. لو حبيت اعمل بحث مثلا عن السيرفس، كتبت اس يو مثلا اول حرفين، لاحظوا موجود من اسمه الاس يو سيرفس جو. عملت بحث فعلا ظهر عندي من دون اي مشاكل، لو ضغطت عليه حياخذني على تفاصيل المنتج. بهذا الشكل نحن بنكون انتهينا من موضوع السيرش. طبعا انت قابل انك تطوره وتعمله بالشكل اللي بدك اياه، اعطتك كل الافكار اللازمه، والحمد لله صار عندنا بالابلكيشن سيرش محترم فرونت اند وباك اند كله تمام، وخلصنا موضوع السيرش بشكل نهائي. وبعتقد ما عاد في اي سيرش على وجه الارض يقف قدامك بعد هذا الدرس، سوف تفهم الموضوع بشكل كامل. هي مجرد افكار، كل على فكره كل هاي المعلومات اللي عم نستعملها اخذينا سابقا، وهي بس هي انت عم بعطيك انا اسلوب التنفيذ، يعني عم بقول لك انه كل شيء نحن اصلا عندنا معلومات لازمه، بس هي طريقه تنفيذها، فانت بس تشوف طريقه التنفيذ حتصير تفهم الموضوع بشكل اكبر. اتمنى يا رب الدرس يكون نال اعجابكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو، الاشتراك بالقناه، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والانتساب لمن بيقدر يعمل هذا الشيء الحقيقه لدعمنا بنشر المزيد، او حتى نقدر نستمر ونقدم فيديوهات اكثر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.